صباح الخير حبايبي، هذا أول روتين أسويه لكم ببيتنا الجديد بدبي، فلو حبيت تعرفوا كل التفاصيل والأشياء الجديدة اللي صرت أسويها خلينا نبلش. طبعاً أول شيء بسويه بروح للحمام زي كل الناس، وتاني شيء صرت أسويه الفترة الأخيرة إنه بطلع بالمراية وأتكلم مع نفسي وأركز على الأشياء الإيجابية والأشياء اللي حابة أحققها بهذا اليوم، وإنه يومي رح يكون productive. رح تضحكوا علي بس بليز جربوها حبيبي، وأكيد رح تضبط معكم. بعدين بفرش أسناني، بغسل وشي بالماء، ولأني مسافرة قريبا فحبيت أهتم ببشرتي أكتر وأهيئها للسفر. بروح للمطبخ واستبدلت عادتي القديمة اللي هي أشرب قهوة كأول شيء في الصباح، الحين استبدلتها بالماء مع شوية ليمون، بحطه بقنينة وأشرب، لأنه أول شيء بيحتاج جسمنا لما نفيق من النوم هو الترطيب وكثير مهم. بعدين رح أسوي فطوري اللي هو توست الأفوكادو، بس طبعا قبل لازم أشيل الماسك. التوست بحطه بمقلاية مع شوية زبدة أو زيت، وبحط البيض وكمان الأفوكادو. طريقة كتير سهلة وهالفطور غني كتير، ممكن تزيدوا على الأفوكادو شوية ليمون وشوية ملح، شوية بهارات، كمان شوية مكسرات وبيض. وهلأ صار تقديم الفطور لزوجي العزيز اللي ما يستناني أبداً، هذه الحقيقة المرة يا جماعة، ما يستناني على الأكل. بعدين بجي وبناكل سوا وبندردش سوا، بنتهاوش احيانا بلا 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 anyway. اكيد لكثير منكم عارف انه ما كانت عندنا غسالة الصحون ببيتنا القديم بهولندا. شوف هذا المنظر صراحة بيوترني يا جماعة، بياخذ مني وقت كتير جهد، وكمان بشرتي بتنشف من كثرة مساحيق الغسيل. والحين حبايبي الشيء الجديد ببيتنا هو غسالة الصحون، ترارارا. كتير متحمسة لهالشيء، وشرط من شروطي مع موريتس كان انه ببيتنا الجديد لازم تكون عندنا غسالة الصحون. هو عن جد قبل كان بيساعدني كتير، بس انا كمان بغسل الصحون، وكمان انا بحب الطبخ فبسوي كركبة بالمطبخ. الحين يتغير الوضع بدقيقتين، بحط كل المواعين بالغسالة، ما بياخد وقت كتير وبيصير عندي وقت اكتر عشان اركز على الاشياء المهمة. طريقة الاستخدام سهلة وبسيطة، تحطوا المسحوق. اذا عندكم اي نصائح عن كيف نحافظ على الغسالة اكتبوا لي كومنت تحت، بتشغليها خلاص بعدين روحي عيش حياتك. صار وقت عشان احط مكياجي واستعد لليوم. صرت بعتمد كثير على البشرة اكثر شيء، حطيت فاونديشن، كونسيلر، كورلاشز، وشوية روج على الخدود عشان يبين المكياج طبيعي. راح ارسم شفايفي بقلم للشفايف، وراح احط نفس الليبستيك بشوي بس، وبعدين الماسكارا، وترى خلصنا الميك اب. بعدين بيجي وقت الشغل. اول شي طبعا بدردش معكم شوي بالسناب شات، بالانستغرام، باليوتيوب، وطبعا كمان بخطط، لانه التخطيط بالنسبة لي كتير مهم وخاصة لشغلي. فعندي رحلة عمل لكوريا فلازم اخطط لهذه الاشياء واعرف ايش اللي راح اسوي. وعلى فكرة بنفس هذا اليوم موريتس كان عنده الفلايت تبعه، عشان كده هو راح عشان يوضب شنطه وكل هذه الاشياء، وانا كان عندي كده ميتينج على التليفون. وبعدين حبيت انه اقص شعري واسوي تسريحة جديدة، بما انه الشوت حابة اظهر عليه يعني بشكل مختلف. رحت للصالون وصبغت شعري، قصيت شعري، وصورت لكم فلوج كمان رح انزله بعدين ان شاء الله. هذه مع صديقتي، هي طولت الشعر وانا قصيت الشعر، وهذا هو اللوك النهائي. ايش رأيكم حبايبي؟ وبعدين رحت قابلت اصدقائي ما شفتهمش من فترة لانه كنت كتير مشغولة، فالحين صار عندي وقت عشان اشوف اصدقائي، استمتعنا كتير بوقتنا. فاتمنى كمان انكم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، ما تنسوا لايك، اشتركوا بالقناة، اشوفكم في الفيديو الجاي، باي.